انا دلوقتي لو جيت لحضرتك بدري، اوكي، ايه اللي يفرق ما بين التشخيص والعلاج بدري والمتاهات اللي انا ممكن، يعني ايه المتاهات اللي ممكن ادخل فيها لو انا تجاهلت الموضوع وفضلت اخد في مسكنات؟ في ناس بتقول اشرب برال، حاجات اللي هي الشعير كتير وال اروح فاحنا العطار. نستثنى الكلام ده خالص. بحب اجيب الاساس انا لا اصلي. ده مهم. ايه بقى اللي بيحصل؟ شوفي، هو احنا في بعض الناس احنا لازم يكون عندنا اندكس اوف سسبشن عالي جدا، يعني يكون عندنا الشك فيهم عالي جدا. هو لو حد كبير في السن، لو حد مدخن، لو حد موجود في الشارع زي رجال المرور، عساكر المرور او ضباط المرور، لان دول بيتعرضوا لاستنشاق الملوثات البيئيه اللي هي تسبب ورم المثانه. الناس اللي بيشتغلوا في صناعات الاسبستوس، صناعات البلاستيك، في الصبغات، يمكن حد برضو ما يخطرش على البال ان هو معرض لاورام المثانه، اللي هو الكوافير. الكوافير ده الكوافير. ايده على طول في صبغات الشعر، وصبغات الشعر دي كارسينوجينكس، ودي ممكن يعني كل تسبب. الناس دي اللي مثلا ان دي مهنتها لازم يعني تلاحظ نفسها لا اكتر، تكون لازم دقيقة مع نفسها بالظبط اكتر. كده، لازم يكون معامل الشك عنده عالي جدا. لان نقول انا متابعة، ممكن يكون في متابعة دورية احسن ليه. ما انساش مريض عندي، عم حمدي ده كان كوافير حريمي، وكان عنده المشكله دي وقعد فتره طويله ياخد ادويه، وللاسف جالنا بعد ما كان الورم استفحل واضطرينا نعمل له استئصال جذري للمثانه، ويمكن حياته اتغيرت تماما. لا طبعا الوظائف دي بالذات لا، مهم جدا. اي تغير في البول، مش بالضروره يبقى بول دموي، اي تغير في البول لا، ده لازم يلجا للطبيب بسرعه.